بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان وعشر كي بقول سديتن يلبات كمذا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. وباب هي حلية الله يسكر بي صلاة إلا تكذو. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان المازني عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ومضوا حكره صوبنه عن الصلاة تكشو صلاة بكره بيلة تكذب بعد العصر عصر كالدبدي حتى تغرب الشمس إلى يقول رحضه يعدعاته دعضه. وحكر ومد كالريبي وعن الصلاة صلاة إلا تكذو نبي الريبي بعد الصبح صبح قداشي حتى تطلع الشمس إلى يقول رحض الصواب بحضه. وحدثنا داود بن رشيد الهاشمي وإسماعيل بن سالم الصائغ جميعا لبدا وذا تركوذ وحيكقة حديثك عن هشيم ابن بشير السلمي قال وحجي لمركة نكال ليلة ذو داود قال داود وحويل حدثنا هشيم إسماعيل وحويل عن هشيم انت إمامك للدوية. أخبرنا منصور ابن الزادان عن قتادة بن دعامة السدوسي أخبرنا أبو العالية رفيع ابن مهران بمرعي سلى إلى هذا ومشهور بكنيته عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت وحان مغلي غير واحد هل وحك بضون من أصحاب رسول الله أصحاب النبي محمد أيان مغلي منهم حاكمي ذا أصحاب وحكم مغلي عمر بن الخطاب باكمي ذا وكان عمر وحوى أحبهم مثك اللي قلت علي إلي حقيقة صحاب الدورة والنبي محمد أصحاب تيسا أن كم مغلي حديث كان صوص عضة أصحاب تيسا أن كم مغلي نوحى إلى قيمة بضون وقلت علي أبو سيدنا ابن عباس وحولي أمير المؤمن عمر بأي أنا قلت علي محيي شيئين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي نهى عن الصلاة بعد الفجر ومد إنه كره بي صلاة صبح كدن بيسه حتى تطلع الشمس إلى يقول رحض الصواب بحضه. وبعد العصر صلاة عصر كدن بيسه ومد النبي وكره بي حتى تغرب الشمس إلى يقول رحضه عيد اللي بيده. وحدثني وحاكل حديث كييت بي الزهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن شعبة يعني من الحجاج أبو بسطامع الواسطي البصري وحدثنا أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد وإن صوم الري حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي حدثنا سعيد ابن أبي سعيد بن أبي عروبة قال وحدثنا وحكوا إيوه الرمي إسحاق بن راهيم الحنظري إسحاق بن راهوية صاحب المسند أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي هشام نبي عبد الله الدستوائي كلهم رمانتوت حيث متابعين يسعيد نبي عروبة يهشام ابن أبي عبد الله الدستوائي كلهم أي كلاهم أبي كارديغانتا إيه شعبا قصوة تقني عفوا شعبا وين صوم الرأي شعبا إيه سعيد إيه هشام كلهم عن قتادة يكوري يعني مدعامة بهذا الإسناد سنة قضاء نصوم الرأي هذا الكيسين غيرها سيش أن في حديث سعيد وهشام حديث كسعيد هشام وحا كتيرة وان حديث كشعب كتير بعد الصبح صبح الدبديب النبي قد ديد إلا تكذو حتى تشرق الشمس إلى يقول رحض الصبح عداته تطلع عائية تشرق حال دير شروق وامحي ومرك يقول رحض الصبح ديراته سنة شروق إلا تغنكرو أو ضحلة تغنكرو ووقت الكراهية لقبح شروق اللوجية ذا وأشرقت الأرض بنور ربها وي. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرني وهب بن عبد الله أخبرني يونس أن ابن شهاب بن الزهري أخبره حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني وهب بن عبد الله أخبرني يونس بن يزيد الأيل بن شهاب الزهري أخبره وحوشي قال وحوري أخبرني عطاء ابن يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول
أخبرني عطاء بن جد الليث أنه سمع وحوم مغلى أبا سعيد الخدري يقول أسوله قال صبر وحول لا صلاة صلاة كدن بيسمجرت بعد صلاة العصر عصر كدبدي حتى تغرب الشمس لا قرح دعضه ولا صلاة صلاة لما أقول مجرت بعد صلاة الفجر فجر كدبدي حتى تطلع الشمس إلى قرح الصوب بحضه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم متكيسن كد ذال أي الصلاة يوسن متكين كد ذال فيصلي مرك أوتك ذو بمعنى يوسن كد ذال في تأخير الصلاة صلاة وقت لأنه الدب أرده وفيصلي مرك أوتك ذو عند طلوع الشمس قرح مرك الصوب حيسية وعند غروبها لا يتحرى يوسن كد ذال أحدكم متكين وقت الدلو أو عصر كدلو أو مخرب صلاة الصبح الدلو فيصلي أوتك ذو عند طلوع الشمس قرحه مركي صوبح يسا أكتيدا ولا عند غروبها مركي دعا يسا أكتيدا. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع حديث اسكباب كأمركان رميون إسراعيا كالدون نافقه إن شاء الله. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح أبو سفيان الرؤاسي حا. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني حدثنا أبي آبه ومركع عبد الله ومحمد ابن بشر العبد الكوفي قال حدثنا قال وحيدا لبدا وداد وكيعة قال جميعا وحيدا هذين لبدا وداد وكيع يوم محمد بشر العبد حدثنا هشيم عفوا حدثنا هشام بن عروة عن أبي أبي عروة بن الزبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا هكل الدلائل وهلبك سنين على قوضة بصلاتكم صلاة دينا طلوع الشمس قرحة صبح الدهدة يولا غروبها دعيد دهدة فإنها قرحة تطلع وحي كالصبح ذا بين بقرني الشيطان الشيطان لو يسي قيس بي كالصبح ذا الشيطان كالسكوء أدية وصول لقاء مركة وحي كالدقاء انتائن أي لبدي قيس الشيطان كالصبح الحديث كعمر عبسة السلم بعضين دونه معناها الشيخ نبقه هوشا كوضه. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع وحدثنا محمد بن جعفر محمد عفوا حدثنا عبد الله محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وعبد الله بن نمير وابن بشر هرامبة ثومرة ومحمد بشر العبد الكوفي قالوا جماعة ومن صدح وداد ومركز ووكيع إيو عبد الله بن نمير إيو ابن بشر. حدثنا هشام ابن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بدأ هضم مغضه حاجب الشمس بالك قرحضه حاجبك وطرف كي يجيسك قرحضه دمرنا وكي صبح يسانا في يدي ظهر صبحي مركي دعا يسانا قيبت وضم بيسا إيه لقى أركا حاجبك اللي دا أما بال دا أما جيس دا فأخر الصلاة فأخر عن الصلاة فأخر وامح يقصر عن الصلاة صلاة التوتشي وامتنعوا كفوا عن الصلاة صلاة كتشوك سدى والتوتشي حتى تبرز إلى قرح الصوم وقطب برنانك تماده. وإذا غابها طول لبن حاجب الشمس بالك يجيز قرح طول لبنانا فأخر الصلاة صلاة الدبلغ بمعنى هتكنين التوتشي صلاة حتى تغيب إلى يسف عن عضو اللي برده. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن خير ابن نعيم الحضرمي عن ابن هبيرة واسمه عبد الله ابن هبيرة عبد الله بن هبيرة المصري عن أبي تميم الجيشاني واسمه عبد الله بن مالك عن أبي بصرة الغفاري واسمه حميل ابن بصرة الغفاري وصحابي مصري دارتي سنة مصر بيكتة الله قبر يوسف ومعروفا بمصر أي كحب عليها لبية وان حديث من النبي كورش عليه الصلاة والسلام سيد ابن حزم الشيقي الصحابة حديث توري كتابك كقري أما الحافظ العلائي صلاح الدين العلائي كتابك كشف النقاب عمن روى له الشيخان من الأصحاب أسوى كويت من حديث من النبي كورش أبولي هاي طاي مسلمنا هل كان حديث بكور يا صحابك بصراء الغفارئة مباشرة عن رسول الله أما مسلم إيه البخاري صحابي أبي بصراء حديث بضم بكور شان عن صحابي آخر عن رسول الله
عن صحابي آخر عن رسول الله. أما حديث صو النبي توص أو قاضنا أيه صحيحين كهل كان حديث بكل يا هاي صحابي معناها سالو شيء ذا. طيب حديث مرك أبو ذر كور إنها يو إيمان دونا لوكون شنبغ الأفرت يستعمل إيمان دونا. قال الصحابي وحوري أبي بصراء صلى بنا رسول الله رسولك الله بأن نتوجيي العصر صلاة عصر نتوجيي بالمخمص ماشى الليل هذا وقوب مقعد مكان يبوس مقعيوي. فقال سبحانه وحوري إن هذه الصلاة صلاة عصر عرضت وحالو بندقي على من كان قبلكم تذكر إن كهر ريال يتكذا صلاة وإلالية فضيعوها ويضيعونها وكتعديين. فمن حافظ عليها إنك صلاة عصر إلالية كان له أجره مرتين لبا أجر بولي هاي أجر نوام حي وأجر كي تكشد وصلاة تكذي أجرنا وشيء الله ضيع عيد إلى لسوي إلهنا نحرسه حاكم ذا آدمه صلاته المامان أما إيسن أدد البطنين أما خير كي أنت من لقاء الضوفه روحي لي ما ديت تكذي كدد لا أما أخرية أما قبت أجر دير الله سيا محايدتك وحديري هاي شيء غير كاطي عي أما أوكا قاسر أوكا قابي أما أوكا إلدوفي أدوه هذا دلال درادة أولا تمادو مندان قناة اللي هذا هاي إيه اللي قناة لغو مقعابو وأجر قناة لغو سيه محاريس تمرك تاسي كينيس إيه عاد لغو ولا صلاة بعدها نو حول الصلاة قدم بيس عصر مجرتو حتى يطلع إلى وكصبح الشاهد حدوه كصبحان الشاهد هنا والنجم قرحة مكا يدعضو وآسكم ذو بدا دحديقا سوبو دي ولا أركا هيا ويهوران قرحة قرن يسي وشاهد النجم وي. وحدثني زيد بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم الزهري قال حدثنا ابي ابراهيم بن سعد عن ابن اسحاق محمد بن اسحاق بن يسار صاحب المغازي قال حوذاتك حدثني يزيد بن ابي حبيب المصري عن خير بن نعيم الحضرمي عن عبد الله بن هبيره السبئي قال خير وحوجري خير بن نعيم الحضرمي وحوجري وكان ابن هبيره وحوها ثقه امامها يعني أرضي قبل الشيخ يسوحوا أكوى الرمية عن أبي تميم الجيشاني وإن صوب الرمي عيسى عبد الله بن مالك إلا يدهده عن أبي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر صوبانه نتجيي بالمخمص نقول تجيي فذكر وحوش الشيخ مثله مثل الحديث السابق يا شيخ وحاش الشيخ يا يزيد ابن أبي حبيب ومتابعين الليث ابن سعد المصري. وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه علي بن رباح قال سمعت عقبة بن عامر الجهني صحابي وإن صمر حديثي س يقول أصغلا مقلي ثلاث ساعات صدح لي صدح ساعة صدح لي باللوجه ذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك لوحوها ينهانا كي نقرر بصدح ذا وقت أما حلي أن نصلي فيهن إن أن تكن صلاة أو أمسة أن نقبر فيهن موتانا أو ضم بمعنى الواو وأن نقبر فيه موتانا تذكر أنت إن أن دوغنون حبالنا نبقى نقرر بالجري وأقور مصد هذا حلي حين تطلع الشمس قرح مركز صوب حضو بازغة أيضا موقنيس حين تطلع الشمس قرح مركز صوب بازغة أي طالعة حتى ترتفع إلى إدراته وحكم النجار هي بتشرين أن صلاتك أن أمام ميد لحبا على ولا دوغ وحين يقوم مركو تشوكسنا وأن ديد تشري قائم الظهيرة ظهر ككي تشوكسن تشري مركو استاغو قائم الظهيرة وهوسك هذا الله وضع هوسك مرنا قلبيت بتشرى مرنا بري بتشرى عصر مكلا تشوغو هوسك هذا بري بهذا يا نصر مكلا تشوغن هوسك هذا قلبيت بكاتشرى marka inta qorax inta soo socoto barka barta dhakada ay ku aadanto bartamaha hoos ku waxaad moodaysaa inuu taagan yahay oo uusan soconin bidixin barina ma jiro galbeedna ma jiro kaana ma marka inuu taagan yahay baad moodaa yaani markay maalinku kala badhma loo jeeda markuu maalinku kala badhno nabi saadu waa noo diidi jiray waxina waqtigiina saadu naga reebi jiray yaqum uu joogsada qaaimu dhahirati ay dhillu dhahira هوسك الظهر كمركو استاغو او كلا برد لحصا لحصا يا برد ميلها لا مرينا نبينا تو كنا وادي جرا هذا الظهر كنا بشو قال حليغاس حتى تميل الشمس الى قرحه ويعطي ويعطي ادا قلبه حتى تميل الشمس الى الغرب وي
wuxuu kaloo nabigu diidi jiray inaan tukanno wa xiina waqtigiina waa diidi jiray tadayafu ay u iilato u weecato tadayafu waa bimacnaa tamiilu taadii labaad baa iska goon waad garanaysaan tatadayafu way asalkeedii وحين وقت النبي وديد جرينا صلاة كان تضيف الشمس قرح أي واحد شيرته أي واحد حيدته للغروب إن الدعاء أي دون حتى تغرب إلى الدعاء النبي ونوديد جرى صلاة باب إسلام عمر بن عبد السلام يبقى كحجة إسلام باب كا كتب تقاركونا ما دام حديث إسكمديهم باب كا ما بشيعان لكن باب بامشة يقول شراء يدكم يدكم شراء باب كاس خير حديث ثاني وارقتانو وحي كهاللين إن صلاة أن لأقالين عصر كالدبادي إلا أي قرحة دعاضو صبح الدبادينا أن صلاة لأقالين إلا أي قرحة السوب ودوي عداتو يبنان كتمادو دور كمكا لقارو برطماه قرحة مرايسي هرلي دوريق اللي يداد بارنا أرؤنا لقصو التغي دورنا أن لقارينا يانو على إسكر إن صلاة لتكوضو أمر روح مسلم على حبالو لقبر لدوغو على حبالو marka la galiyo qabrigiisi cilada loo diiday hawsha ayada ah saddexda xilli nabigu wuxuu u diiday ummadiisa uga reebay xadiidka amna cabasa oo faafasan bay ku iman doonta insha Allah taala dhanka culimada muslimiintu mas'alada mas'ala dhib badan weeye aad loogu hardamo culimada isku maandhaafeen waxaan ka ahayn ahadiithan inay nabigu wax ka sugan tahay oo ay xaq tahay waxaan ka ahayn oo dadku isku raaciin ma jiro نوم والبا ميل بكو دفت وعيسكو راعين حديث ثاني صوبرهن إن لغا سوحيكتي أي حق تهي أي سوغان تهي وحال اسكو من دافي معنى هذه فقه هذه فهم كيدي انتا سال اسكو دافي قل له حي ليين صدح داحي ليه وصوبرنه الشيغي وحصلاة ولتوان كرم ما أي تشرت قبي أهم با أما الصلاة كاتو بتوضق الله ينسها النقطو حتى الظهر كاتو بتوضق الله ينسو بعد العصر ما قلين كرتيد بيلي صلاة الفجر يساك كلها فتي ما قلين كرتيد هي ما كي يقرح ببرتمها كو تاقن تاي أما عصر دبديل لتشوغو أما بعد الصبح لتشوغو ووقت كاكو حقيقة قبي أهم بصلاة ودنو يكعاقن تاي فرضا ونفلا أداء وقضاء بيتاقن أي فاندين برم الله صلاة ودن حتى صلاة كسوف النقط اللي أدى نقول إذا خسوف النقط وحول بوات تاني صلاة هو ممنوع جماعة من الصحابة كنت تاني جماعة من الصحابة قبة هل كاسي استاجي وركان الفانتين مرة مليني إجماع مجر النووي إجماع من مرسوق القرون هي حاب حجر بمرض قوار ديري وذا دو ويكام مقان تاي وركاس تشوش ابن حزم نادي أصور كيف تشوش محله إن تقب صلاة أيوه فضل الله دار دقة هي وذلك من أبو بكر محمد إبراهيم المنذر النيسابوري أعلم الناس بالخلاف والإجماع بعد ابن نصر المروزي علماء السلف ما كان لقى صوت ابن نصر المروزي لقى صوت غنينك أوي قاموي خلافات كصحابية تابعين فقهاء المسلمين نينك أنبا وحدير أسيء من الجريات طبري ولا ترتنسيا لك أسيء بعد رب رسيته وهذا كسن واقعه الله مثلا واسلف عنه قولي الله بعد وحيليه أحاديث هو يسوغن تاي صبانه يبقى سوغن تاي خير يا بركوه لكن ومنسوخه كل جيد بوا منسوخه بعد العصر بالا تنكره أو بعد الإيشيغ بعد الفجر بالا تنكره وهلا يدهري بصلاة الله لك بحكرة سنة يفرض بوا فريه صلاة سبب له يا مدان اللهين مد قضاء مد أداء مد واجب مدان واجب كل وابنانت ما هي الأحاديث الإباحة الناسخة وأحاديث النهي ومنسوخ التغيي وركان إنا فانتين بنم في الآية جماعة من أهل العلم كنت تغيي وحانا أولا بروين ظاهري ابن علي الظاهري أبو سليمان ابن حزم يعيدا كيسي صحابة بكك يعني تابعين مثل بكسو قورية وضلضلة رغم أنه كسو قوريو السلف كأه والله يستا هسا هي توا مذهب شراء الصقون لا مذهب مركز دورة هنا هنا طرف يا طرف بك هل كا يلكس كلا شوكا صلاة ودن وممنوع نوع الدنيا هالنقطة ومذهب صلاة ودن وفسحان تهاي وفران تهاي أحاديث النهي ومنسوخنا ومذهب لا بدا مذهب وحن كاهن وذا دور حياة
وذا ده يا أنجا شعبي أتوما وين وهوش أنجا فافاين وعندي أحاديث تام وحي خصية بانري صلاة ذها سنة ذا مطلقة النف صلاة السنة هن سبب لهين بس أيا الوقوع قلي صلاة كاتكتي السنة هيد أما واجب هيد حلي ذا وضغلين كرتا بعد العصر بعد الفجر عند الاستواء وضغلين كرتا هذه الصلاة السبب لي ذا هيو مثلا عصر كدبديب المسجد كصوغ شيء نبغى وحوي لينك مسجد صوغ على يوسف فريسنا إلى وتكدو لبرك عادود بعد الصبح بان صوغ علي وتكنيسة بعد العصر بان صوغ شيء وتكنيسة جنازة كقبطي وتكنيسة صلاة دي صلاة والباء أو السبب له نهيجا مخصي لي نهيجا مخصي لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الصبح لا صلاة حين يقوم قائم الظهيرة حين الاستواء وحيخ سيسا صلاة الله إسكا خير دون كنو أنو تكنو إلا صدوا الله بطصدا نبقى حديث بلا قولي الصلاة خير موضوع فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقل شيء لك ينو ومد الله صار والله ماذا الليلة صلاة باقو خير بدن شيء قاو خير بدن صلاة دا نينك دون هاي رئيستو وهاي سكو جرئيسك أوتا الله نينك دون هبط صدو صلاة سنة مطلقة آيد النفل المطلق ليلة إن صاب اللهين إن وقتك قيدنين إن فلي حلك قيدنين بالديدين موين صلاة أسباب تلها ليقان سيدة تحية المسجد سيدة قضاها سيدة صلاة كاتكتي تيهردك تياد هلمانتي ولا لئمنا يا بلي وذا ده الكاسي يكبس كعية ماذا بكاس أنا أرون مركزي قود لفيري ميلا بضنبانا كاسو هاللي مذهب كاسان ربا إن دور إشكال عاو كفره إن هذه فانت من مولي لأنه حلقة بنا تكبر دعسان نجا شافعية ما يشكوها يسنا أن ترجيحي أول ما يشكوها يسنا مذهب كني قد جيسا فرب ضم بكو جدنا كرت ما كي وذا ذاك إلا دو ذي وإذا صورون حوان إذا رجح ما هذا ضرقته وذات بعد العصر تمسال الصوق قال اسكت تاغون لقدارن وتكنين وانفري السنين كورم حد كل دي بعد العصر ومسك الصوق قال قرحن واللي مدعين هلكا سفكو اسك استاغ ما فريستو ما تكدو هذو فريسن لو حكم بقيا متكين مسجد الصوق قالو يوسن فريسن الى وتكدو لبر ركعادود هذو تكن لا روح حكم بقهايا نهي قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس لو حديث فهم منها هل كان كقالي منها هل كانوا كقالي وحيوجي ومن تاقنان هيا نينك أوركي سمد فانتي أفهم بوبا هيا نينك أوركي سان رضاينا نعاود فانسي قضب ككوبات وحاوي أحاديث تأورانا يسايان لتكني وأحاديث النهي وحبي كاري بيسا والنهي يعتمد المفاسد أحاديث أمر ليس إلا تكذنا وأحاديث أمر والأمر من باب المصالح والأمر يعتمد المصلحة هذه المصلحية مفسدة سكهري ما دان عند التعارض درء المفسدة أولى من جلب المصالح هذا الوجه ووجه ترجيح لأحاديث النهي على حديث الأمر بالصلاة وركم ماذا فانتي مثلا صوماليوي قنان قاعده او ما يبانين لو شرحه شر خير حكومه ياله شر اتوك هي بكلي خير حكومه ياله شر اتوك هي وما هي خير يا شر ليس قبطان وحين رجحان اني كفغادان شركه بيرجحيان خير كان اسكا عرر ابن عباس محول والسلامه لا يعادلها شيء السلامة لا يعادلها شيء. إن الحو حو مش وحكيش أذو هل هالوجن أو لو هلاكي ين أذو بطق بعد كب حصة تكرر. سيدنا عمر مركو يقول كزيري مذا حرك أوقع أو نفبح هاي ورلك مذا حيدك بور يا أبو ما يدك إنه أمانه يسكت حلد هذا آخر ما كان تجا أن كبد بدل عمره وحد سوى دنا وحبل قام سنين. وحجرت كهل مجرو لكن نار لقو قين ما يلا إذا نار أنكبت باده
محن شو قول فضك العربنا دول كي يقبول يعني السلامة. إذن أحاديث النهي يا أرجح عند التعارض من أحاديثه الأمر بالصلاة وقضب. جواب الذين كربا جواب الذين كربا مد الله بادعي رعد وحول صابك الله. أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات وأحاديث قولية. أحاديث اللي شيخ الدوغي الأوراد النبي قالت كذا صلاة حل قالت كذا هبل بات كذا وفعلية. والقول مقدم على الفعل عند التعارض بالإجماع. والقول مقدم على الفعل عند التعارض بحيث قولك وظاهر في دلالته أو صريح لا يحتمل وحكاله فعل كنا وحو احتمالها أحد كسمئين قولك أها. والنبي أفعاش أو سمي بعد صلاة العصر أو الصبح أي بدأتها قالك صحابة السمية إنه هي خاص إنه خاص تنوحى بكتوسها هي. نبي عليه الصلاة والسلام ركعتين كدورك وراعين تريبا دافي وفتي أي مدي مرتي درتيت وقتي بواي عصر كبا قصو قلي ركعتين كدورك وراعين جري سنة أها أي وحوتو كذي عصر كدبديبو تكذي. عائشة وحيتي وينك صوم الرأي تري وكان إذا عمل عملا أثبته وكان عمله ديمة وينك صومر سمعنا الصمر نبي حرقة نقول هذا شيء خير لي ماده خرقة أم بكرة جنان جري كمان هذي شرين بق ولي كي بوا ودي شري ركعتين كي ظهرك النبي قال لي يي أما أفر بها نقد السنة دي ظهرك النبي قال لي بعد العصر وعود داي عصر كده بدي بعود داي فعل كاسوبنا عليه الصلاة والسلام وحدي عكده نازقة قولي كي خاص كي هاي وحنا كتوس هاي ولي كي مسألة موسن كتكن حقيقة كنت كنتري قوري كان صلاة ضاية ضاء صادرت بالسحابة بان عيسان كور قبل عائشون بس هو قوري سي يأمهات المؤمنين قوري كنت كنتري تعليلك عائشان كنت تصين وخاصك وكان عمله ديمة فعلك مركة ولا بلنبو احتمالها حول بلنبو احتمالها لبدا ورت وجوه هيستان النهي يقدم على الأمر عند التعارض والقول يقدم على الفعل عند التعارض هاي الراعة وهاي الراعة إلا ذا النبي وكل لين دونه وإلا خطرة إلا ذا أما حكمة وحكيري صلاة ورنبا إنه ممنوع طيب بعد العصر وبعد الفجر وعند استواء الشمس في وسط السماء. لماذا نبي حديث دون عليه الصلاة والسلام قرحة مركي بعد العصر أما قرقة يسير دعيسو يان لا تكن محايلي شيطان بعسكو آدي قرحة قالوا نحل قاسي أتو كذان أسجودان أما سنتك أما قضتك أما أدتك أما واجبتك أما سنة مطلقاتك أما مذات صيبتك هاوش النبي الشيء كعليي وتقول عيسى نينك حلقة بعد العصر تكذا أما بعد الفجر تكذا أما حلقة تكذا كل وحود تكذي حلقة قرحة كسب بحيسي قيسة شيطان أما إكد عيسي قيسة شيطان حلقة وحود تكذا قال يؤتكن هين أسجود هين إلهي غير كي قرح يضيع أسجود هين شيكذا المركة أضوى الدان شافعي عدة تاغير صلي الجمهور وحا قتل أضبا ذات الصبي لها صبي بغير صبي ما ينفع لأن حكمته عامة صريحة في دلالتها. كل من صلى عند غروب الشمس أو صلى عند طلوع الشمس أو صلى عند استواء الشمس في وسط فقد صلى حين طلعت الشمس من قرني الشيطان وحين غربت بين قرني الشيطان وحين سجد له الكفار. إذن وإذن ولا يسا أما صلاة واجب النقطة أما النقطة سنة النقطة أما صاب هي لتو أما مطلقة النقطة صدح وجه وين وين ما لو قد قاقين كان لذين كربا صدح قضب وين وين قضب كأفراد إرعى قضب كأفراد إرعى وحاوي
waxaad tiraahdeen salaadaha daatu sababka leh sababka leh sababka loo tukanayo la garanayo waa la fasaxan yihiin kuwa iska khayrbadsigaana waa reeban yihiin baad tiraahdeen waxaa laidinku bushiyey salaad aan sabab lahayn ma jirto salaad ruux muslim uu tukanayo oon sabab loo tukada aan lahayn ma ay jirto limaada sababkeeda ugu yar waa inaad khayrdoon tahay sababkeeda ugu yar waa annadbiyatu walistixbaab alsalaatu khayru mawduucin faman shaa'a falyastakir baa sabab ah inaan war maxaa ku taagay inuu saaxiibanahay baan ku war baabuurka maad fiijisid maxaa ku hortaagan taxadar bay hortaagan buur taxadar bay hortaagan haddaad war maxaa la tukanaysaa xilligan ruux muslimku wuxuu ku leeyahay khayrbad si bay hortaagan khayrdoon baan ahay adduunku waa iska yaryahay intaan qalaf dhihi lahaanoon wax badan waa shaqaysanhaya coronavirus baaba dharka soo dhigto dadka mufi mufku haya waan dadaalahayaaba ku dhihi karaa salaad aan sabab lahayn ma ay jirtaa le marka sababka idinkaa iska qoondaysateen shaaficiyu iskaga qoratin meesha ka taxiyati lmasjidi wakal istikhaari mina salaa baan kulenaa lagu kaga jawaab sababkan xilliga u tukanay waxaa tiri waa taxiyatu masaajidkan salaamahaya anna waxaan ku leeyahay khayrkan badsanhaya ay fahanteen baan umalay middaana waa laydinka dhigay waa qodob aad fahanteen bay la tahay qodobka igu dambeeya meeqa qodob baan maraya kii shanaad qodobka u dambeeya waxaad tidhaahdeen waxaan uga qiyaas qaadanaynaa falkii nebi maxamed baan uga qiyaas qaadanaya salaad walba uga qiyaas qaadanaynaa waxaa laydin yidhi waa qiyaasun maca alfaariq marka koobaad waa qiyaasun maca alfaariq wuxuu keenayaa haddaad qiyaaska uu qiyaas sax yahay oo shuruuddiisi arkantiisa oofsad wuxuu keeni lahaa salaadaha sunnada ah ee raatibada ah ee xilligoodu ku dhaafay waxaad qallayn kartaa he fi awqaati lkaraha aad qallayn kartaa kow waxaa shardi salaadu inay tahay sunno waxaa kaloo shardi ah inay tahay raatibatu salaatin tahay laa sunna mutlaqa waxaa kaloo shardi ah inay qadatayu adda ahayn walqaacida fi lusuul anna maxala annasi ida ishtamala calaa wasfin yumkinu ictibaaruhu lam yulqa ilaa bidaliilin ijmaacan khud hadii alqaacida alusuuliya anna maxala annas naska meeshuu ku yimid nabigu muxuu qalleeyey sunno raatibo oo duhur lahaa buu qalleeyey xaggee buu dhigay bacda alcasri buu dhigay waana u daayey calayhi salaatu wasalaam nabigu falkuu sameeyey iyo meeshuu dhigay waa nas ku soo arooray fii qadaa'i sunnati araatiba lildhuhri bacda alcasri wa maxalu nnasi aw mawridu nnasi inta waa leeya mawridu nnasi nasku meeshuu ku yimid masaladuu ku yimid qadiyadu ku yimid ida ishtamala calaa wasfin yumkinu ictibaaruhu lam yulqa ilaa bidaliilin ijmaacan wasfi iyo tilmaan iyo macno hadduu wato meesha ay wadata dheeraad ah oo ay dhici karto inaan tixgelinoon xukum ku qaydno ama aan ku xidhno waa waajib wasfigan in la tixgeliyo oo naska lagu qiimeeyo oo lagu qaydo oo lagu camimo ilaa daliil tuura wasfiga inaan hela mooyeen haddaba maxalu nasi waa maxay waa qadaa'u raatibati adduhri bacda alcasr wasfigu inay tahay sunno waa wasfi muctabara lanna waa gayru alfardi inay tahay raatibo waa qayd muhim ah oo saaraya asunna almutlaqa ama sunnada gayr raatibada saaraya waxaa kaloo qayd asaguna waa inuu qadaa'an yahay laa adaa'an alqadaa asunniya alraatibiya saddexdaa waa awsaaftu yumkinu ictibaaruha falaa tulqaa ilaa bidaliilin ijmaacan marka waa qiyaas maca alfaariq baa laidinka yidhi sunnada nabigu sameyan oga qiyaasqan howlo kale shuruudul qiyaas mama haysaan howlahaasoo buuq ah ayaa meesha ka taagan warkii aad wadateen idan maxaa iisoo baxay wadaadkii liqdaaraa bacda alcasr aw bacda alsubax ama cinda aldhuhri taagnaa ilaa ay qoraxdu ka weecanayso warkiisa waad fahanteen bay ila tahay adu muhim waraan baan kugu hormariyey
أحاديث النبي كسر وانتهى صحيحته وحن كائن رضمة خلاف باكوتشرة صلاة الجنازة أما هالنقط أما روح للدوقة يا هالنقط أما سنة مطلقة هالنقط أما مثاب لهالنقط أما واجب هالنقط أما كل خلاف باكوتشرة خلاف كمرك وحكوس ليزين ياي مسائل رنجري التعارض بين العامين من وجه والخاصين من وجه بكوس ليزين ياي ترجيح بأمرك الله بعضين أنك ترجيح أيق الشافعي مهرا صهر مريي لكن نمان كان كلاهم شودين وانقوش شيء وجه كودي نمان كان مركو حق دهين محراجحة أي صلاة إنا ممنوعتها صلاة لتكنكرو ما كان قرح سيد عيسى ما يجرتو مثل التكنكر ما يجرتو مركو قرح الصواب بحيسو مثل التكنكر ما يجرتو مركو قرح ذو برتما كتاغنتاي اللهم ها روح توصي قبل غروب الشمس أما توصي عند غروب عند طلوع الشمس ومركا وقت الضرورة اللي إلى هذا يو نصوص قناء كتمت بيلي نصوص قناء كتمت انت أيضا قابك سعوك الجوابين طينا دفانتين بيلتين مركا بلسل لو فهمه حديث عامنا عبسا نوقد بمركا أيضا وحر رجحي إنه ربا إذن شيئا إذن كيدين تالا إجماعات كنا وسوق قناء ودنا هل حب كما أصيح إنسان إسكوك هذا باب إسلام عمنا عبسة صحابي قاس إسلام كيسبه باب يهي إسلام كم خصية وحو خصية أحاديث بغضب صعداء نهي قائد هذا النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاث أي حديث كم صعداء لكن إسلام كم باب يستودادك حدثني أحمد بن جعفر المعقري قال وحول حافظ كاسي حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة ابن عمار العجل اليمامي الحنفي حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار القرشي ويحيى بن كثير الطائي البصري اليمامي عن أبي أمامة الباهلي سدي بن عجلان قال النضر وحول نضر ابن محمد وحو أمانة يا وحسوق قرنا يا أمانتي الشيخ عكرمة بن عمار لشيخه شداد بن عبد الله قال النضر بن حنحوري عفوا قال عكرمة قال عكرمة صح ما مس قال النضر بعدين قرأ قال عكرمة وحور عكرمة بن عمار ولقي شداد شداد وأنا الشيخ يا وحور لك كل مبر أبا أمامة الباهلي بقول لك كل مي وواثلة بن عمرو الليث بقول لك كل مي إذن وننسى الماء وكله وصحب وحوك ولس عنشري أنس ابن مالك بلس عنشري إلى الشام الراعي صحابي أنس ابن مالك بل الشام ولس عدل ولس فريبا إذن صدح صحابي بكوش أبي موت الباهلي واثلة واثلة إن الأسقع عفوا طفيل بن عمرو بن قوقل دي وصحب أنس بقول راعي إلى الشام صدح صحابي أبو عبد الرحمن وأثنى عكرمة أثنى فعيلة عكرمة وأثنى عكرمة عكرمة وحوكو أماني عليه على شداد فضلا ليراد بوشيغي علمي أقون مناقب بوشيغي إيوه خيرا دين وناك بوشيغي فضل مكة الله شيغو حلو مناقب تعادي أما شجاع هذا ديقسي نمذا قبن نمذا علمي هولها سلا لا هذا خيرا دين وناك حوي ديانة لا لا هذا مرضي كل ما انت امرك وحاوي ودحتال باي اهيد جمله اعتراضيه اهيد ولا غو رمي نكاس تابعي ايه وحو سو لابتي عن ابي امام تسعلي حددنا الشداد بن عبد الله ابو عمار ويحيى بن كثير الطائي عن ابي امامه بن سعلي معايا لي طول الفصل فاصل كبار ديرادي امرك وسعلي عن ابي امامه البهلي قال وحول صحابي ابو امامه قال عمن عبسه السلم ابو النجيح صدنا يسديد حديث النبي كوريا رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقديم الإسلام قديم الإسلام حديث جري ودكتين مسلمين تنينك أفراد بان أهي الدين كسوق له جري وقد رأيتني وأنا ربع الإسلام إسلام كدت كي سوردان مكالا تركه وأنا نينك أفراد يعني إسقرنا يا أبو نينك أفراد وما كان النبي يقول قدر هذا نبي محمد أبو بكر يا بلال بس أيوه الرئيب وليه نينك أفراد وأنيقة علي خديجة ما شهد أنت اللقاء عمنا عباس أوشا ما أمن سنو وقدر أيتوني وأنا ربع الإسلام
رسولك إله الدين كلا يمت أبو بكر يا بلال يا شحاتي الله يرحمه بان سيجس كاسوب فريان مال سؤال ويدين لما صاحبنا ضمرك جرا ويدي مودنتين كلمه بشيء كراهه يقول دمش مركاس وحن الشيخ سيان الرهيب بشيخ وجوابي سيان وان ودن سان هين بجوابي مركاس وحن شيخنا ميان سنين لغا راجح سنين لغا حق بدين ادنكو كحق بديه بوري وليس له رواية في صحيح البخاري مسلمنا هل كحديث بكورية حلو الصحابة الإسلامي يسوء حديث الإسم لها محايا إليه وحكو عرنتاي وقت أن نبقى إيها شيء تقب حسان وحكا براتي صال إيها شيء أرضا وحكا ويسا أما أدكشن لنا إيها شيء كحو عرنتاي طيب حلو عصر رواية دنباء إسلام كنت أودي يا شيء لأنها لك عبي أي كلا دكتي أي لا صبتي سيدي قيل بيا كدرقي يا حديث كفافو أدلو ورنجري xilligii marka faraska lagu joogay dagaal loo jooga ahaa ee xuruub ridaay bilaabatay ama kuwa gaala la ishayay riwaayadu waa yarayd walidalika qallat riwaayatu sayidina Abu Bakr as-Siddiq wa kadhalika sahabigan awaayil islaamu nabiga u yimid nabiga gun halkan ma joogay kartid maka ah ku laaba miyigaadi markaad ogaato inaan madiina ka daahiro ilaah wa iga gar rabbi iga gar markaa iimo uu nabiga u yidhi hadana wuxuu ku laabtay dhulkii reer bani salim waagay dadna futuuxi shaam buu ka qayb galay jahad uu joog buu ah marka riwaayad badan ba ma laha saxaabigu dhimma laha saxaabigu muxuu ri kuntu wa ana fil jahiliyati waxaan ahaano xilliga islaam ka horreysay joog kuntu wa ana fil jahiliyati kuntu waxaan ah wal xaal ana fil jahili ay qabla islaam islaam ka hortii anoo joogan islaam soo bixin ba waxaan ahaa adunnu kiimalay adunnu huna astayqin atayaqqan bay ka dhigantahay وظنوا انهم مواقعوها اذا ان كسبتوا كلا قادين ظنك وحال اطلاقا في موضع اليقين اذا كان من باب المشاهده والحس لكن مركو من باب الاعمال القلوب يوحيها افكار لو اوغاد اي تاي ظن لما اطلاق في موضع اليقين تاسن قران ودي سوره متحين الله اطلاقي طيب او فان علمتمهن مؤمنات بالليل وحال قال قال يا هي أطلق العلم في موضع الظن ولم يطلق الظن في موضع اليقين وفرق بين المسألتين بعد هذا قصي مشغول مايو هنا لكن سيدا مقرأي سواء محي ظن سوى أستيقن ولذلك السحابة ترجمة وحكوش العلماء التراجم كوش حلق الجاهل قووا أهاي دكو أي أصنام تعابدين أصيقوا بودي أصنام تنو عابده وأنا باطل بودي جري nin xoolo dhaqato ahaa oo adhi iyo geer iyo lob waa raaci jiray markuu xoolaha raaci quruxda ku laato darurba ilaahay u keeni jiray hareysa wahada min fadli illahi alayhi wa ala kathiir min annas muxuu saa loo yeelayaa ninka waa luqtool keligii ah xaq buu istaa wuxuu waxaan ad wadaan baatil waxba kama jiraan bicaqli wa fidrati buu ku haleelay nas quraan ma yaqaan waxay laguma soo dejinin war hore ambiya ma hayo وفي روح نيكو هذا الدوبتة جيت كالقرتين مين عابدها يا أصحاب تابع نيك تابع يقيم بنعوها نيك لوجه عبد الرحمن مل أبو عثمان النهدي هي نيك لورنج رمعوها سقونا ميمون المهران الأودي هي الرقصة حي بضو جماعة من الصحابة من التابعين الكبار المخضرمين ما حكوا قد الرابع لي وحكوا قد الرابع بوري ريبان صول لسيبه ونبهنا عن هذه عن إنسان اللي سوي لسه شيء كان كسب بعيي صار ماشي إنه يانو عن رضوا بنا بان كل شوي بنا عرض توري ونروح يكو أديي ونكو هبي ون كيسي كان عابو جر أيان عنا كل شوي بور أي بان تو صور ده وعاني كل يفاي ولوك تتابع بكو كاتشي بروس كجتري صنمك أنا وانا عابد هيا وعيقدران
maragbur eego baad qarnaa soo iska wardaa lugtu taaga meesha duno ku kaaj adoo taagan balan lugta ku kaaj oo wax qariiban baal aan intu kaleefo ka dhameystii bu hadara fashaqara rijlihi thumma bala eega faal ilaah baa soo dira laga yaaba oo lagu faansan waxay wadaan baatilka marka ruuxa muslimka bin aadamka ama ruux ilaahay aqli buu ku garay waxaan wuxuu ka jirin geedaad samaysatayna adoo ilaah ka dhigato hadu soo aqli darama كنت وانا في الجاهليه اظن ان الناس ضدك اي المشركين على ضلالات بعد كسغين ايان امن سنابور وانهم ليسوا على شيء وحي هيانو دين اي سنتر اني وح دين اي سنينين او دونسين وقوم هلاك سماي باركاي وفي روايه ولا ارى الاوثان شيئا ولا ارى الاوثان شيئا بكتوس ان تظن هنا يقين اي تهي وفي روايه عند احمد رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية ونعي ملا ملا وحلقون نعام سيقين يقين وحلقون نعام وهم يعبدون الأوثان أيقو أوثان تعابدها ينورك وحلقون باطل يهي فسمعت وحان مغلي برجل بان مغلي يخبر شيئا أخبارا أخبار وحيئي قرآن شيئا والنبي قلت شيئا إذن تذكر ما كان كإيمان يا مركي سوحة جيان حاجك عربيدة في الجاهلية يا ريك رمية الله سيمري والله مرتي والمقالي دي كوى الرمى مقالي النبات بأي هذا مكاهيد لكن قريش إيوه نين أجد لهم باعس كل البناء والله دي وركبها لكيني وننكم محوها وانين عبد المطالب إن عبد المطالب هو نبي محمد أبي عان ماهين سوى داير بردنتي أوهي بعان أها عرب تقاني أو قريش تقاني وقاسنا أها حجزني كي مادنا أصون أبو عبد المطلب مريو صندوقان شيرين نينين عبد المطلب هي أمتي قريش جوجتي عربيت أي هلك اسكو شيري بالورن هي وورو ريسان وركبو هلا هي فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا عن الله وعن دينه وي فقعدت وحنقف فرس على راحلتي لهرم بحوا من روح إنه باطل إنكم حشيقة هي وحوا باطل الله يلا هي هو شهيد وهي إجارسي برو سحابه فقعت على الراحلة تاشي دبا كوجو كسدي ان قتل فريستي فقدمت عليه نينكي اسغا او صبرهن او غلي وهو بعكاد روايه احمد ابن حبان بعد النبي محمد عليه الصلاه والسلام ما كنتو كتغي سوق غبيدا اهي عرب اسكو ايمان جيرتي غبيوا تقانا نوا سوق اسكو عمالين كميد اه اما بلشي مالين كميد وقت كميد اه اما سند كي لقبتو ay regal beedka ay qaan galbeedka san ku arag xujub jigiya galo gaado yaan ku keenay meelada meel weyno banana lagu balamin nin walba wuxuu maalinka keeri ila maalmaha sa la joogi wuxuu waaga dam waan cidda xirageel way waa laga kala tag suuq ba ma gabay la yiraada adiga ba idinku konfer kama jirta hawshaas tayib nabiga kaleey salaatu wassalaam meel ay dadku isku yimaadaan bu nabiga janis diineed iyo daacwo u raadsan jiray وإن تاسو إلهي كلنك أو حنك هش ماشي كو كلما ماشي كو ترتم هيا ماشي بلايكو هيا انتو تقو كد حقو چنچري وحق القاطة حق أشيغ ساسو نبي أوريك عليه الصلاة والسلام دي المجاز تق دي المجنة تق عكاد تق ميلو البس كوي مادان حق قرسي إنقونا تيفيان هيسانا تيفيو لغا فرسان هيا إيه إذا عضو إيه راديوين إيه ورباهين لاليس social media adoon ko dad kala hadli karto markaas waxa ka dhamaan la adeen daba wareejin iyo boodbood iyo baxti iyo awramuujin iyo ilaahay diinkiisa caayid iyo ummad ku xad gudbid iyo wuxuu alla ka fagaan aakharaan ku dhawaynin soo mushkil ma sha ahmed diidad bu xuran jiray rahmatullahi ta'ala alayhi xuran jiray soo qoliyo maani gaala la duu xuran nabi maxamed alayhi salatu wasalam weey la tiifi adoon ko dhon kala hadlo من الصعب قال لا صبنه عرب مركز واحد جانا مركز كوي مادان ينبغ انتو اتقو ماله ويكلا دقا الى قبيل قبيل بلود عشير عشيري قويس قويس يتلب تلب بلود دقا ينبغ الله يوليه جري نين دمانات قادو امان اسي يمدن كتشرا وعقاس او ميشو تشوي ودقا ارعو هل من رجل يحملني الى قومه لأبلغ كلام ربي فإن قريشا قد منعونا أن أبلغ كلام ربي أبو داود بدكم مرتين ما نجي السياسي عايزين اللجوء السياسي متقارنا هذا حل هذا
magangelyo siyaasiya isiinaya oo dariiqad iyo damin in noqda san ilaahay fariintu ii dara u gudbiyo oo xilkayga u guto maxay yeelay maka waxaa la yidhi juuq ma dhigi kartid haday kala kaw wuxuu ku raaca kaw fa in quraishan qad manacuuni an ubaliga kalaama rabbi war wasaail kan haysataan ilaahay idiin sakhray musakharaadkan miidiyaha warbaahinta waxaan oo dhan artay inta nooc kala duwan leh u adeegsada inaad ku gudbisaan fariimo xaq oo ummadana anfacda aakharna wax idin tarta adduunkaad ku badbaadaan balaayadan iska joojiye balaayadan iska joojiye faqadimtu calayhi nabigaan oo u galay wahuwa bicukaad isagoo jagan u tegay faidaa rasuulullaahi mustakhfiyan rasuulku isqarinaya ma kumara kusoo noqonaya cukaad buu kala kulmay nabiguu soo raacay ma ku yimid فإذا رسول الله رسولك إلهي بابا مستخفي إسقرنا يو أن مركا أيضا دعوه سيسن على الآين دعوه مركا وكي نبي قدو مضوبا لغي لبنبا لغي استي مسلمين تولى بابي إي أقدم بسرية نقط دعوة سرية وكي نبي قدو صدع سنو الدعوة الجهرية واتقرنا يسوي دم بيش أول كورونا حقوق جهري باشري لكن مركي بلالي رقي إبر لغد لغي وكي نبي قدو دار الأقم أشنكو أدن دار الأقم أرقم لغلو مستخفيا اسقرنها يا نبي حق بو نبي انت لا دبي بو هوستد كو خوغو شيغاياي او سن بنانكا سو دغين جراء عليه قومه جمع جريء جراء عليه قوم تلكين اي كو ديرن يين وي كو ديرن حق بي كو دبايا وا كو حد غد باهيا من الجراه وهي الاقدام والتسلط بنوليه اي ما ان لوو ديردو لوو سو دغدغو او ان انبا لوو ابييلين imiso gorba isku day inay dilaan qaadigii mucsila wuxuu ahaa al-qaadi abdul jabbar ahmad abdul jabbar wuxuu yiri wa min mu'jizatihi qaabku nabiga uga badbaaday makkah markuu sharxay waxa dhigay war aqligan xagee ka yimid inna muhammad alayhi salatu wasalam asagoo agoona oo an aabalahay oo adeerkii difaac jiray ka dhintay oo awgii waa hore qallafay oo meel u cirsan jirin tuu maka ka dhex istaago carab oo dhan iyo aadam oo dhan uu khilaafo oo wuxooda uu baadil ka dhigo uu awyeeshi naar baa quwaaxaysa kulli naar bay ku jiraan idinkuna saan hadda ku dhibata waa ka daba tagaysaan keligii baa ka badbaad iyo wixii aniga raaca la soo istaago leyla nahaar inuu sidaa ku badbaado oo xataa ilaahay subxaanahu wa tacaala وسن واحد يبل لو غيسنين انت سم امر يا شرقول يا طبن يا دغر وكبد لفت كلام معجزه ابوري دوله دي انت الله انه دسو اسون واخ شيل لهين با معجزه لباد ابوري هل ار لبا ري معلم سو مكيني كرتيد هدان جابك كو بوخين ما تم سما عرو كاس شرك قبو مقاحي ادون الاب ميلها كو تيري انا بين ايشيغيسا wuxuu ilaahay wataa socda ma tahay misma wuxuu ilaahay uu wato ayaa socda xidhan Soomaali meeshu ilaahay wax ka maagan yahay heen dameera weyla ka dhala weylo dameeri maxa weyla soo keen ninku ilaahay wax la magay dhanyaa tahay ma yiraahdo oo u dhiibaya laftirkeedan ya mucjisa warash akhriya tathbiit dalail nubuwa qadi mu'tazila wa musiba حقنا هو الشافعي حق فروعه اما حق عقيدته كفريته وامن سي لكن ما حد بان دفاع يدوك ولا هذا معجزه كان كهله كرامات كيسي كتاب كف عن من ميس قرين ترك اسلام شيخته كتاب كف عن ميس قرين اخريا ذهب وترجم السير كنت اسلوبي يا وحي النبي محمد ما كلا سو غاره روح المسلم كا سدن كلا هو هذا بري سدن كلا ادفع دم رب الله يري شيخ الاسلام ابن تيميه قرا مجموع الفتاوى من كتاب لم يذكر وقد اجاد وافاد واحسن بول حق النهوسته ما كو بدر انتس المهم معوي جراو عليه قوم الى ما كبد باديه تمكين با كدنبيه وحور فتلطفت وليتلطف ولا يشعرن ويبكم احدا نبي قادي لا هريرني oo ninku lagu arkaan la baqdhabahay asagoon lagu xadgudbahay nin aqal badan buu ahaa Camr ibn Salama oo xeeladaystay suu nabiga oo la kulmo fa talattaftu waan xeeladaystay buu ri nabiga la kulankiisi al wa istacmaltu al wasa'il al latifa wi
وذيقية ودوية النبي أمره أنو اللي إدريمين أن كل كلمة أي راديوي لو تالني يقاتمدو وان قاتمدو حتى دخلت عليه بمكة إلى المكان وقلي فقلت له حنكوري ما أنت أفرس لغديسة من أنت مدين ويقان والوشك محمد بالله هذا وين عبد نسف ويقان محور هذا يا كيف إذا صفات الله سعده فرنت وحن بارزين ياي صفات كي يفرمه هنا ما لا يعقل ويا يعقل معها إذن ما أنت ساسوله ما كيفيتك وصفتك وما هي رسالتك أيو له ما هذا حنبار سنتو سيدا النبي الله قال النبي حول أنا النبي باره الله ورمانا الله ورم من الله أحد الله ورم باره فقلت حالي وما النبي رواية عند أحمد وما النبي الله إلهي حقي سأحد كالله ورمانا محويا وأنا أنفان أنه هو لا عرب أنه من قانو نبو شغل بكمالي هنا وحن نود بسنا إسماعيل قال النبي حول أرسلني الله أرسلني الله الله إصدري وفي رواية عند أحمد أنا رسول الله فرين ودانا دنبال ودي أدون الله دورتي ولوسو دي فرين وآدم قرسي ليدي أيان آي انت وفهم إنك عربي جاهلية وإسلام أجلاف العرب فهمها يسكد عدك لي انت واقرتي عرف قلت وحاني وبأي شيء أرسلك ها مفرين ودعتي ها فرين بركيسن او دينو خير الوسو ديبي ها امدد اوضها امد بان كمدها لكن بل ايشيك وحلو لا صدري قال نبي حول ارسلني الى حول صدري بصلة الارحام قرابة حريرين ان قرابة الحريرية واصل دينت حق عظم الله مك اصل من اصول الدين وي روح الدين كالسوق اللي يبقى لك قبل الله بولي وحال ليس ان قرابة الحريرية جاهلين وحكوا افوضي قرابة قيس رحين قيس ولو يتقن علي الرحين قيس وارير النار رأضي كوضان يا رحين قيس وارير النار هذا هو الرحبار باتسكم ما مني نيك هذه يا ما هذا رحين قوي الرحمن باقويان أنا أول شانا وهو الخطر أول سلام معه لكن تيدا كقر سنة المهم أرسلني بسيرة الأرحام إلى وحي له صدري رحمك أي حجالة أي حكتة إلا حريريو أرحمته حق الرئضون وكي مادان حق الرئابتنا وكي مادان رئضاء الرئادير الرئابت بالك ليجد هذا هو كان والله الشيء لبو وكسر الأوثان أصنام تنا العابد جمع وثني ما عبد من دون الله إن لتشبيو لبربريو ما إنك إله التبركسي صنع بوينو سنتيو مال ربع لك عرضوها لقديكو وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وكسر الأوثان كسر الأوثان حسا ومعنى بالنبي وجد عليه الصلاة والسلام وحتى الله أما جيد إيه تاجن جيد أنا قريب فتاة إن جب بين قليل تعالى ذكر جيد على مسار لي هذا عمر شر ويدي ما لهم طلها نلقوا يالي وإسلام تدلوا إذا يكحر الطو إيش يا مربي كحرتا أو مربي كحرتا أو همبير بيجيسا أو نيجي جيل ويا كور بكل الله ديا جيت كا يا ألين أما بودام بصورة مرق جيل يحاصل وحرج ما أنت وان كبار مر مارك جيت جيت بعوها لبي بوها شو مسوحوها لبي بوها وانو مري ورموز هاي لبي صوم هاي أصلين وحكو حدارو ملاين هيا جيد ليبيا وين بوها وليبيا سيف عروب حيم جيد كي واحد صارن إلا صاري إنه الدم وأرضعوت كتا يسجني قولي تعالوا قوليها توب الله تعالى من أنت صوم مرة ويرجع ملا تعالى سكف فريان بيكوبين سيف عم بيجيله سو سو ميسو وناشين أيوة سيف عمر هو بس بيرينه سيف عنو قوم بيكتاجي روب بعد عيسان كده بجيد هو فو بحيم علي بجيد أولياءه وهذا ما تقول صنع ذلك يعني مع الحيدة وسيبين دي بدأ من صوفه في مرمى لا يهيا مركة أوثانتي السلام ك وحلو بربرين حسن وهذا وحل قتك ما هي معناها أنه ولو بردتك قلوب تضلق صاري إلهي بالوحرية سبحانه وتعالى قلبك الله نضيف فينيا اللوين الوحرية ذاتك وحكوا الله إليه صدر وأي وحد الله وأي وحد الله لا يشرك به شيء إلهي كل إلا وحده
إلهي إن لقوني يلو إن لم تحو حقي سلو الدايو آدمي يؤونك الله يؤونك سلك لصعو إلهي بعبسله سبحانه ما يقول من يقول إلهي بعبسله أم واحد مرقى يضع هذا هو نساس أولا قسنا هيا كلا بحك طافة قبو كله مرقو قمان يهي عبس الله يقوله كعانت هذا ميك تغطى رب اسكا كاردك تهي كفا والاسكا قوية هولا سلو بانيا أو نبا وفلأ أولو قلنا قمال الربا رواية أحمد باكفا فاسنيت نبا الله محلو صدري بأن توصل الأرحام رحمك إلا حريريو وتحقن الدماء ليقنا لدورون لدادنين حقدر الله دادن قرآن كنت كهض لي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق قرنيسة أمنك إن لسوء ليق الله إلى ليه ومقصد من مقاصد الشريعة لقيس عديدك وتحقن الدماء وتؤمن الصبل وتؤمن الصبل ودوينكم أي نبض نقدان نول بمشي دون كبحه أمنك ودوينك صعدالك وإن آمن لقدقو ليق الله دور الله إلى ليه وإن لدادن حقدر الله دادن رحمك الله حريريو إذن نبي حكهر مريي المقاصد الاجتماعية سلة الأرحام هو مقصد اجتماعية حقن الدماء هو مقصد اجتماعية أمن الصبل وطرق نوامعي وأمن اجتماعية يظهر مريي كدمنا وتكسر الأوثان وتعبد الله وحده لا يشرك به شيء تعبد ويعبد العفو ويعبد الله وحده لا يشرك به شيء إلهي كل قيل عابده مع الله مرنية للاهتمام لا أنها أفضل من التوحيد محايا لا يتبوح وحكاء في سنية هاي الله يدور بنا وكاقو إكرا يا الله مرنية عذر ربهم بروح قبا عذر ربهم بروح قبا مثل حلوك أن يروح كنسر قبا هرقبنا وردبا هاي فريرنا أي شبانت هاي من كسر قد كبر الله ويسان أن مشي ميسود بلاي يدبكو قباط مسيه هؤلاء يركض حل نيسا هؤلاء يركض حل نيسا ننكي فلادو إشي كقد عضي يصلك إلي لتين كابحنا معوي إشي كقد طال فلاد بريانا وي كقد قنتا تين كابحنا بلاي تن إقاي سي بورتان فريستي ما همارك نبارك إشي إنو كليتو لكن كان سهلا ويدرب الله حلين كرا إذا وحلوه المري مقاصدا اجتماعي ومحل لأنه وأسأل إذا كفضت إن درب الله هرقليه ضدهن إيقاتا أما مسألة التوحيد والإشراك ومقصد وأصل المقاصد وأنه هو شيء كؤى في إذنائيا صغيرة كبيرة وكوكود الآيان وحقا ورنان وحكوك لي وضا هذا البكوك لي كلا قوى كالبحي قال له شيء يا مارك مدك لي عربت ويش علايين ديك إلا إلاليه قرب الله حريريه وذا آمن لقد هو أيها بآمن سنة وتشعل لكن أفكار لا تنسي القواسم المشترك نبي كهر مريا وهذا هو محي وافق من فق الدعوة روح مركز دود إنسان وحبا سكوا فقسنتين بمركز الله صدقه أنت مسلوق لها حاجة يدك محن سكوا هنا أنت أنكو كلا بحنا والعرب المربى كتاني ودوين كأمن لقد هو مايا قرابين لحد كهر رما قبنمو هاي ليجا إنا حضر الوضع قبلنا ما يجا إنستاسو قاشان بورسي هي أحلاف بيسمايين حلف الفضول بيسمايين حلف المطيبين بيسمايين ويبقى أمن سنايين نبي مرك القواسم المشتركة محال الاتفاق بهرمريي على موضع الاختلاف لسهولة حله لا ها لا لأفضلية على غيره نذفان تام مرة معناه لو خلط من إذا فقه الدعوة أولويات بوليها أولويات كما نبي كوشيجا أيام أولويات كم مرنا وحوي وأساس مرنا وأسلوب فرق بين الأساس والأسلوب فرق بين المنهج والأسلوب آلية وكل دوانيا وتحقن الدماء وتؤمن السبل وتكسر الأوثان ويعبد الله وحده لا يشرك به شيء فقلت نعم ما أرسلك به جاوبت عمرو فرس أنت ممكن لو شيء الله وحول نبي الله وحول ولا صدر قيمة بدنا إلهي وحول كل صدري ألا معانا وخير بدنا وذاتك تجريدك الله أخري حديث في عنب الله شيء وذات الرسالة هذا طلع النبي يوم حق وحقاك سوي بيئنها يعني سورنتي ما إنه ويل وهايو
سحريي وعرورتي سرير ليهين اسليب فريج مثال كسيس كتشو جرا دينو جريان كله رياح يمين جري دقي ولابت مثل حد بقول لابت وابن تو يجيب الشيخ وكتاب كي آخر ما كاس وقت ما هي وذات حرو بان كودي بها كو آخر وذات بان كحري حشر كبود جيسنا يوم دعو علوسيا رفض جود وضيق بحناي شيء ما حد بالورنجري وذيا بيس وذات كو آخرين أي ورماي نكتو أنكر رفضنا يبور ما أجره من حدث عن صوف مراب وسكو ذا هيا وحده وطلع إن محمد محد وحاجات السي ويبين هيا ورنت هذه إذا كابين هيا النبي ومحوك تجي وأنا رحل بورا سمي ذي كتجي إذا كابين هيا سحاب وحده نعمة ما أرسلك به الله النبي وأنا كسنة وحول الله كلاص ودري إذا سؤال شو فرصته قلت محاني لي قلت له النبي وحنقول فمن معك على هذا مبدأ أن قيمها بني خير كان يا النبي الله كقطع قرصن قال صبن وحده حر وعبد من حرأة يا أضم بيقطع قرصن قال وحول السحابي عمرها ونوش ومعه يومئذ ما لك النبي سؤال شو أنويدي وحلت شو طاير سنة أرمي أبو بكر وبلال أبو بكر وبلال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به تذكر مية كمد أهاين فقلت حال إني متبع أنا وأكو راعي نبي الله وأكو راعي إني أنا متبع وأكو راعي رواية كه الرئيسي وأقول أشهدك أني قد آمنت بك وصدقتك أفأمكث معك أم ماذا ترى يا رسول الله وفرق من ويس نبي الله وحنكم مغرهاتي قري إلهي هرتي إن أنكر رمي وأنكر رعصنا ورسول حق الطاي أنكر رميسنا هذا بعض السيدة الطاي مكولتشوغا ميساو سيكالا كولاقو من نبي الله أمكث معك أم ماذا ترى مكولتشوغا ومكا ديبكو كو قاري وانكو قرب تقنا هذا ميساو هول كالا كولاقو من مكا سنة بقول الله الله قال وحول الصبر إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا ما أودي كرتين إنا إلى جوكتوي ما أها ما أودي كرتين إنا الرميس إنك لا تصدق ما أودي كرتين ذلك أرنك إنا إلى جوكتو أودي دوصع عطو أدمك إلى جوكتو يومك مالك هذا 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 إنا جوكنا ألا ترى ميادن أجيدن حالي أنا تورت يدي إيوه وحال الناس قال هذا كبير كذمين أركي كبير كأيوه هياني يدبك إيجي سنية إنت إرعى وحي قصمين أيان يا إنا نأهلين كرين أودي من الأسع هذا أركيني أظن وحاطني كرو ريبان سليمة نبان كان نواق قريش نبتك أقويني يا ولكن ارجع إلى أهلك كلها برير كادي ريبان سليم فإذا سمعت هذا مقشو بي أني قد ظهرت إن أتكاضي قد ظهرت أي قد غلبت على أعدائنا أن كأتكاض من ملصاري فأتني إيمو رواية كلا عضي سيف فإذا عفوا وحوي ارجع حتى يمكن الله لرسوله ارجع حتى يمكن الله لرسوله نقو الى ربي اود ايدي ونقو اوكين اود لو ديبي الله بلن قاداي يقين بو كسودا مشك سن ليس في ريب من امره نقو يري قال فذهبت وانت الى اهلي بن كلابت فذهبت الى اهلي وقد اسلمت رواية أحمد أنت مهم جدا فذهبت إلى أهلي وقد أسلمت أنا إسلامي ما كنت رابط النبي وقدم رسول الله رسولك إله باق لي المدينة وهجر دوي مدة وصوغة بني سحابي وهوش قصد إلى ريد مقصودك كوشي وكنت في هذا الرئيس كيبان نحت شوغي فجعلت وحانك ذاق لي أتخبر الأخبار إنا ورك دقا دقايني محا صويري محا الله شيغي نبي مكت شوغي كورربا أسيق قراش محا يكو حالين وأسأل الناس ذلك أن ويدين حين قدم المدينة تمكن أقول مدينة تجيب أن ذلك ويدين يحكت صوبنا يا مش مريء حتى قدم علي إلى إي مدينة صوم مرتين غير كي راسك أن شوقي نفر كوح من أهل يثرب رين مدينة ومن أهل المدينة يثرب ومقع وراد مش إلى هاي تذكرنا إنسان من أهل المدينة فقلت وحنقول ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة ولو أذكرنا يا مش شيء ينو إسلامي قل يا نور كبقى يا إني باعوقي بيرك لقويا وذاتك مدينة يد محوس سمي وكوب يا خامي فقالوا واحد الناس إليه سراع ذاتك ريم مدينة وأكود دق دقين دين كسبي قليين وأقول لبس يا عاي نبي إيجي ينبال لها الناس ذاتك إليه إلى رسول الله
صراع أي مسرعين وكدك دقيين. وقد أراد قومه تلك يوم كان وحيدون إن قتلوا إني الدلاء فلم يستطيع ذلك ويأوذ وايين إلهي بها كم منعيين إذن وركوا ورك الربيب هل هدي حلق النبي قال الله بالله ميوي سيد قوحوري حلقا ما أنت صمال أنت حاج عباس إلى بالله يما أو عباس صما هاي أو عباس ما نقول إلى بالله من صما قريب الرب أمرك إنه إنه قدوديه وحوري هدى وصو حلق إلى بالله من صبره ما هو أصحابك عمرو عباس إذا ورد غاقة هي فقدمت المدينة عن قلي فدخلت عليه النبي عن أقلي فقلت يا رسول الله أدنك والقي وحنيها هايو قال أنا أصعن ما يسو وحكس عنا مجرى هذا من الله اللي وقر قارن وحوري جامع ضيورة نوالك إيه اللي يجري هو قال الله بضيه هريانا يسارين طلقي هقرتي ويانه انت اللي هو قام باري لها وهرشد اياه كفن نيبو ما قلت هذه ولالك أبو حيث وقودك محكا سعوني نوالك إيه يجري هو قال الله بضيه ولالك هذا تور إيه اللي ما قام ولالبا نوالك واركيني كاتالو ويهوش كاحن تاي وقرشو اسكو آدنين ولو الظلم هايو او قال بيرك كو عصيصي وملك بدباد وربلو نواتري كا وحباك ما وحكو دور شكو كلام الله مركن ولالك ايه لي هوق الله بضايه هريده يسارن تلقى يا غرتي ويانه انت اللي هو قام بري لها وهرجد يا بابا انت انت كان اللي جلسك كي دليسن لا قر قر عندي لها ورفر هيا بودي نرجع وكيل رفته مين هلا يقوي ابواب انت سانك حسوستا سلطان تبعد معيل نين ولالك جيد او جيرا جيس نقون واي نين ولالك جيد او جيرا جيس نقون وا وافعته ولالك او كو قاده جيد كو جيرا دا حاجه شبف علو شقع ما حكا سخن ميل جيد بيس انو ان كلا دمانو سومالي انو هورتا ان كلا دما مرغاسن عيد كلا وخا قبانينا فدخلت عليه فقلت يا رسول رسولك لا يعرفني ما يقرس النبي الله ما يقرن بايد النبي محبه وحي الله وهدي احد لب الله مي قال وحو النبي نعم واكو قرن هيا انت الذي لقيتني بمكه وذاتك سديت سنه كهر ان مكه كوكولني باتاي ومركه اوغو يرتاي سديت هدي كلي وا دور 17 طبعا سنه دور 17 12 17 مكه ورت سديت كما ير فقلت محاني بلا بلاد انت بدون وعالو استعمال امرك النفي كهريا ما استفهام انكار كهريا بلا لو جوابه غالبا مركو هذلك ايجابي هي نعم با لو جوابه اصل كسداس وي لكن هو يمدق عيد با كو دغالمي فرا دملينه و خولاي بلا مرك قاركود في موضع ايجاب با لا دغا عليسنا ملها فقلت حاد بلا النبي الله وها واني نينكي وي ما كلو كلمه فقلت يا نبي الله نبي الهي واخبرني عما علمك الله واجهله ابر شيء إلهي كبر الدين تأنو أنا نجرني إن رواية أحمد بعد ديسي مركو أمدنا كل كل ما يسأشاني سجارة أودية نبي قال نسكت شو ممكن لقى كلا تجي حان شدة سنكلا سعود حان ربي بقول إن طلقوا كي يرى هذا ونبي قبر كسيف في عنود ودقنا ونلب وقوم مشغول صاين عن لقى المون بالوحي يرى صايا كقط قدمنا آجي كل لبط فوجدته خاليا فلما وجدته خاليا سألته تقول أحد داش ده نبي الله ويقرن إذا ها سنك سؤال موسى طلطلين نبي يقول سلامي ويس ورئيستين كدي بوس كسوقي مكلا كلا قيلة يا نبي يقول له فراقي أيو سؤال شويدي أخبرني عن الصلاة نبي الله صلاة إيجا ورنا أحكام تذا هو له هذا يحلق اللي تكني قال الصوبان وحيد حديث شو ودير يا مرة ما ينكر فهم وضعها يا لكن حين ده سو تاجنا خير صلي صلاة الصبح صلاة الصبح تكو سحابيو مكاتك ثم اقصر كغابي او كجوكس عن الصلاه صلاه كهد كال حتى تطلع الشمس الى غروب صبحته حتى ترتفع الى كور نقطه في غروب صبحته وي كور نقونيس انت صلاه تكني روايه العزف فاذا طلعت غروب مكي سوبود فلا تصلي حتى ترتفع معناها سلوجده تكني الى ديراته محنا بقولوا لو تكيني بعد صلاة الصبح فإنها حين تطلع مركي صبح يسقر روحه تطلع فإنها حين تطلع مركي صبح تضعف مع قبضي فإنها تطلع ويسبودي حين تطلع مركي صبح يسبينا قرن شيطان شيدا لما يسجس بي كسبودي أسألك أدنية
إلا قال أسجدوا قرحة آدة بري بي آذان مرنا قلبيت بي آذان أسكو آدين هيا قرحة بي كبيق ميس إن أصدق اللي عابدوا أسكر دعين يحافظوا قرعان هيا أنا اللي يسجد بكوليه وحين إذا مركا يسجد قرحة هنا يسجد الله الكفر قال هذا أتو كذا فإذا ارتفعت قيد رمح أو رمحين فصلي رواية أحمد مركا يسوكر نقطة ورن شوقي أما اللبا ورن إلا أكاتو مركا تكو إذن ثم أنت أكد مركا إدارات صلي تكو فإن الصلاة تكشد اللي تكو رحمك إداراتو مشهودة ولغا قيب قلا محضورة ولا شوقا تحضرها الملائكة وقرآن الفجر إن القرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا صدح إلو نبي استواد أفرسو اللبا وعلتان صريحتان من وعلة مفهومة من مفهوم الخطاب أو من دليل الخطاب مفهوم المخالفة حلق يقرح الصوب حيسو لبق يسو شيطان بيسكو أهدية قالوا حلق يتو كدان شيطان كعابدان يقرح دي بلايد عابدان سيدو كالي حلق سادة لتكدو ملايك تو كمقى يبقى شو نبي كوري سادة حلق لتكدو ملايك تو كمقى يبقى شو ما ملايك يبقى إن ما الخير ما حقيت كيف أنتي ثم صلي فإن صلاة بعد الشروق والارتفاع مشهودة محضورة من الملائكة صلاة المركة عند طلوع الشمس أهيد وعند غروبها وما هي ملائكته إذن ما الملائكة لقوا إياه فرديا إبليس إبليس بفرديا الشيطان صدح إلا ما شكو وجرت حتى يستقل الظل بالرمح إذا النبي الله قرما صاد أجهديا حتى يستقل إلى أولك لسنا هذا يستقل يستوي كذا جنتاي ولسنا أظل روب ورنكو بالرمح وضع ولس عفوا صلاة إنتين وضع إنتين وضعوي عفوا صلاة تكاد تري ما كقرأ ديرات كذب أم بالله باي إلى إنتين وضيع حتى يستقل الظل إلى هوسك ولئك هذا بالرمح ورنك ولئك هذا warankii saa loo istaajiye ruux markay barta dhakada ku taagantahay warankii hooskiisa isku baabaaya waranku ma muuqanay hooskiisa ku baabaaya waxa la raaw markay galbeed aado hooskiisa ba dheeranay oo baxaya yastaqil yastawiya dhillu birrumhi inda alistiwa'i way halka markay gaadho qoraxdu bartanka ay gaadho hooski iyo waranku isku baabaan thumma aqsir anis rasada joji fa inna فإن حينئذ تسجر جهنم جهنم أحلق الله يا الله شدا عرض إلهي باك عصن جهنم الله شدا يا ينبرت كليف هل عنك عروي جوج فإذا أقبل الفيء هوسك مره كسو الله بتو من المشرق باللوجي هوسك حقا كسو الله بني وكسو الله بني يا باري مكو كيما دعف فإذا أقبل مركو كيما دو الفيء هوسك من المشرق كيما دو فصلتك ما كنت تقل بيت آدو هوسكو كاقب تطن كبري اللي قروح ما كي حقا تقطو هوسك يد حقو آدية ما كي حقا جرتن هوسك يد حقو آدية وبرنا كي كاهي سمرنا كلا هوسكو كاقبانية فصلي حلي قاد تكو وقت الكنهي والا قبح هاي فإن الصلاة بعد الزوال صلاة اللي تكذاي زوال كدبدي مشهودة محضورة صلاة كوه الرئيسنا ملايك شوقكم الله يموهي ملي ملايك عاكتنا شيطان بفردية صلاة دا محان وضيا حتى تصلي العصر عصر كاتك توت صلاة داس يعني وما حس هذا يكون فرنت هوي ووقتها تكنكرته ثم أقصر عن صلاة صلاة تشوتشي عصر مكلا تكذب حتى تغرب الشمس لا قرحة كدع هذا فإن قرحة تغرب بين قرن الشيطان شيطان لو يسجس وحقيقة أما معنوي يسكو أديسا كان سبودة وحينئذ مرك أيضا يسجد الله الكفار قالوا سجود يان قال بحور السحاب فقلت يا نبي الله فالوضو بالويسة كورا فدق صادوان فهمي حلق اللتو كان ايو يحلق اللتو كان ايو قال قرطي قورمان مركواي يا نبي الله ويسة بالكور حدثني عنه ويسة اي قور قال ما منكم رجل رجل مسلم مجر ام روح مسلمة ويقرب وضوء ويسة سودة ويستة فيتمضمض الغلقان ايه ويستنشق صندار صنية وفينثر في صنية في صنية ميديك تلغو صندار صدا بيحنا بلغو في الصدا وبيها لكسو سارة إلا هدو تشيرو خرت خطايا وجهي وجهي سيدن بيكي سارة حمانتي سارة ومن دهكو إيغي أفكو كوش إيغي دهكو مغلي
يا هوبنا يوفي أفكيس ما قلت إلا خرط فينتثر وان معناه دعجات ويستنشق صندار صدا فينتثر في صدا وفي بها سكس وضادية أو تشيدي استنشاقه وبيها ما كلا تشيده استنثار كنا ومرك في في هذا مر النافب اللي وتشيده مر النافية قاموس أطلبوا صارا إلا روح سأو سادو تشرو خرد وحاه وبني خطايا وجهي وجهي سقف كسبه هو بني يوفي أفيسة يو خياشيمه سنبعرار كسي سنك وحي قلي سنك وحي قلي أما كورس اللي مقتا وحال عاد كورس سنكرتا هواني عطر كيد بس سنك الله راعي كرتا ومرك وحباب بدن باجرة طيب أف يسن يوحو يوحو دنبوا إلهي بك نظيفني ثم إذا غسل وجهه وجهي سدو كما أمره رسول ربي فري إلا هدوج الروح سلاوي سقاط خرط خطايا وجهي وجهي قفكي سباكه وبتقطعت من أطراف لحيته قركي سهريده يفيدي سقطعت مع الماء مع الماء الوضوء به ويسد الله وبرئ سيلابه قطهيرية ثم يغسل رقم متره ما من رجل منكم بويلك وصعته ثم يغسل يديه قعميس مرضه إلى المرفق إلى أتشق اللضع محص اللضع إلا خرط خطايا يديه قعمها وحي حمار وكس ميبا هوبانا يدروب تودي من أناملي فرهيس فرها حبنها أنا مش هو حبنها سيكو هوبانا ياوي حبنها فرها ثم يمسح رأسه مدحي سماما صح إلا خرد خطايا رأسي دنبي مدح لقوق قليبا هوبانا يا من أطراف الشعر يتمها في الضوضي إيو هلبت مع الماء بيه ويسد الراعية يدنبي الراعية ثم يغسل قدمي قمري سي أديمي سمردق إلى الكعب إلى أن قويضه أما إذا كبوستو حاجر هذا إلا خرد خطايا رجليه لغيه سيدنوب توذبا كهوبطة من أنامل فريه سيحمنها فرها مع الماء به ويسدين الراعان فإن هو قام الروح سلا أوي سقاته دو استاغه وفصلى تكذه فحمد الله إلهي كمها النقه وأثنى عليه فالله أمانه أمان تركاذي العشه ومجده إلهي شرفه وربي ويني إلى ربنا ذو يسال قرباي بالذي شيء يتلمام ربي وكويني هو الله له شيء أسقى أهل أمته وأوليه هذا وحي سمدن بلغو أمانا الله وحمدين بلغو أمانا وخيري وناقة وربي وصمدين مجر وفرغ قلبه وقلبه سنو السافقر لله وحده هذا يحول سوق أحتاج هذا وأن تكن هيا سعون ما يسو أنت يريد تاغنت هاي قلبك إلهي السافقر وفارق وبنه إلهي كلي كفكر يا خير كيس وفرغ قلبه وقلبه سنة أمريه لله إلهي كلي وأنه سألوج هذا إلا انصرف وحكبحا أنك سيدا أتو كذي سأوي سيستي إخلاص كنت كذي يا خشوع من خطيئته قفف كيس وحكبحا كهيئته يوم ولدته أمه أسوغو مالك ويدد أشي اللامدة حالي دلي أسوغو كبحا صلاة دوي فحدث عمر عمر باشي ابن عباسة بدل حديث أبو أشيق أبا أمامة الباهلي وصاحب رسول الله أصغن أه فقال أبو أمامة وحيلي يا عمر عباسة انظر ما تقول أبو أمامة الباهلي وحليا بحديث كفضي وكجر يوسيد الفضي يا صلاة الفضي يا يوحد دنب اللي هو بنتو الليق يا وحا سو أجر يوحا سو فضي ويسو يا صلاة رعتينا وصدى على كنت كتئي يا قلب السمي ورمكيني كرتباش وضبونين يا صاي ما تكد يسي عمر أبو غير قرن هيا انظر ما تقول وحال إذا كفرس في مقام واحد ما هل قوب كلية يعطى هذا الرجل وحن أجر يفضل الله سينها يعطى هذا الرجل فعلا الله دم الله لكن يعطى هذا الرجل من كان الله سينها فضل قبامك كاقوان طيب معطى قبحل بحين أيام الشكا مقام في مقام واحد يعطى هذا الرجل أي المتوضي المصلي مع تفريغ قلبه لله سبحانه وتعالى الله سينا يا هذا الفضل العظيم اللي يتصوش يكتبه فقال عمرو حليا أبا أمامة أبا موادك دكتي محاجر لقد كبرت سني وهو يلي بغضي بارانيه وقال يرأي أن أده النبي قال لك لقد كبرت سني دأدي دواء ويناتي ورق عظمي لفتي دون ونقلته ودقوبي واقترب أجلي جريدي ودكين وادوي هاي إلهي ودكيني جريدي نما كل ميو قفكيني جريدي وما إذن حلي أن حبار قركيت بان شوغاي حلي أن قفا أما أن بيشي قال لما شوغي يقال لي حكمي واقترب أجلي
يعني حكوا شيء وحياه بدون عوائق باتت الدوافع ذلك بينك وحم دلني رنمه لن يرضى نبي حكب ودق وحسك الشيء لكن وايل لقد كبر الثني هذا هو وضيح بدنا يحون ورقة عظمي هذا نوى حوال قر كتب من شو جابه محن الدنيا وحنا من بينك شيء وما بي حاجة باهنة إيما يسبر أن أكذب على الله ولا على رسوله إن الرسول كلاه كبر أبورت إلهي سبحان قادر وحبه إلهي سمى جروري معايا إلي فضق يا بحنية الله يا كسو قوري رسول الله إذن وكذب على الله وعلى رسوله عور دقي سبحان كوشي أبو مامو لو لم أسمع من رسول الله ما بقى هدانا كم مغيل الحديث كان إلا مرة هالمر أو مرتين لبتشر أو ثلاثة أما صدح حتى عد سبع مرات إلى أو تضبق تريي ما حدثت به أبدا بوري هذا المرء يلا بقى كم مغلى ما بشيء كم بوري تضوى كم بضم بان نبي حديث كم مغلي بوري إن بضم بان كم مغلي نبي حديث كشيء جي أوعي العين لي هذا المرء يلا بقى كم مغلي لها أنت عن شكي يا بس كجاب سن لها بقى أما هو كفت النبي قام يسأل أورن لها لكن حديث كوا حديث كذا متواتر مستفيد ولكني سمعت النبي وحن كم مغلي بوري أكثر من ذلك مر يلا بقى إذا صدح يا أفر يا شن يا لح يا تضوي من ذا كم مغلي كبلا بان كم مغلي كبلا بان كم مغلي أبو مركب أبو محور ربي ما سحابي قمت من سنين حديث كل ربي إنه بصده وصفي عن سحابي لو كبر عليك هو فضي وين نواض شكتي عمل يرنا نواض شكتي كفر صوبنا واحد كشيكس ولكني سمعت أكثر من ذلك أنت إن كبلا بان كم مغلي صدرت من أشياء حديثكم معاني بلا بان كتيرة الإمام دغيل عيد بقول يا سديت مسألة أصولية يا عربية يا فقه يا حديث كساري لا بقول يا كنتن وراقض بكشر حديث نقل لي كتاب شرح الإمام ليد هذا وحديثك أقدم به وشرحه يوهي أردت أمرك حقوق فهمي سنة وقتك هاي ها آخرية انت وحي دير هبين دنبان شيء قدونا دي الله يلاد وربي قسمه والله سبحانه وتعالى أعلم.